السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتكم وقناتي مطبخي بالمصري. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل مع بعض سحور جميل جدا جدا جدا. هنعمل الفول بكم طريقة، كل طريقة أجمل من التانية، وهنعمل الطعمية برضو كمان بطريقتين جمال جدا جدا، إن شاء الله هيعجبوكم. قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك للفيديو. اول طبق هنعمله من الفول، هنجيب طاسة وفيها معلقتين من الزيت النباتي، وبعد كده هننزل بيها ببصلاية مفرومة ونشوح البصلاية كده لحد ما تدبل زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنضيف فلفل اخضر، وهنضيف طماطم مقطعه مكعبات صغيره، وبرده الفلفل كمان مقطعينه صغير، هنشوحهم كده مع بعض. بعد كده هنضيف رشه من الملح ورشه كمان من الكمون ورشه من الفلفل، هنشوح كل ده كده في الزيت. وبعد كده هنضيف معلقتين من الخل، الخل بيدي طعم جميل جدا جدا للفول. وهنسيبهم على النار كده لحد الخضار ما يدبل كده شوية ويطرى. انا طبعا عملت طريقة تدميس الفول قبل كده في القناة. معنا بقى الفول، هننزل بحوالي كبشتين كده من الفول، ودي عصرة ليمونة، وهنقلبه كده مع بعض. وده كده اول طبق معانا، نقدمه كده بالشكل ده جميل جدا وريحته تحفة. يلا بينا بقى نعمل الطبق اللي بعده. برضو في طاسة على النار هنحط هنا معلقتين من الزبدة، وهنا فلفل حامي انا مقطعاه يعني قطع كبيره كده، هننزل بيه مع الزبده. وبعد كده نص يعني حوالي ربع معلقه من الثوم المفروم مع الفلفل كده، ونقلبهم مع بعض. وكمان حوالي معلقتين ثلاثه من الشبت المفروم، ريحته بجد جميله جدا جدا. طبق سهل جدا وسريع وجميل جدا. بعد كده هننزل برضو كمان بكبشتين الفول، وهنقلب كل ده مع بعض. بعد كده بقى هنضيف رشة من الفلفل ورشة من الكمون ورشة من الملح، ونقلبهم كده مع بعض. طبعا الكمون معانا في كل اي طبق فول، هنحط له هنضيف له كمون، شايفين جميل جميل جدا جدا وريحته بجد روعه. ادي تاني طبق من الفول، جميل جدا جدا وريحته جميله جدا. ويلا بينا نحضر تالت طبق. برضو معانا طاسة وهنضيف منها أو فيها معلقتين من الزيت، وطبعا وبصل وطماطم وفلفل أحمر مقطعه بالطريقة دي كده. طبعا من أول طبق عملناه في الفول، وهنا نص معلقة من الثوم المفروم ورشة ملح ورشة كمون ورشة فلفل ورشة كزبرة، هنقلب كل ده لحد الخضار ما يدبل. احنا من الاول خالص مقطعين طبعا جنبنا بصل وطماطم وفلفل، بناخد منه ايه كل طبق هنعمله، والكمون طبعا والفلفل والملح موجود برضو معانا. بعد كده هنشوحهم كده مع بعض، وهنجيب بسطرمة مقطعينها كده
وهنشوحها مع كل البصل والفلفل والطماطم كده، تاخد لها تشويحتين كده. جميلة بجد وريحتها تجنن، جميلة جدا. البسطرمة بقى مع الفلفل والبصل جميلة، والطماطم جميلة جدا جدا. وبعد ما شوحنا البسطرمة كده هننزل برضو بالكبشتين الفول، وتاخد بس غلوة كده مع بعضها. مفيش أجمل ولا أسهل من كده، جميلة جدا جدا. بعد كده هنحضر الطواجن بقى فرن. أنا ما عنديش الهجمة دول، هننزل فيهم الفول بالشكل ده. وبعد كده هنجيب بيضتين ونحط على كل طاجن بيضايه. وهنا بقى معانا طاجن الفول بالبيض والبسطرمه، بجد جميل جدا جدا. شايفين شكلهم جميل جدا. وبعد كده هنضيف رشه من الملح ورشه من الفلفل على البيض. وبعد كده هندخلهم، هنحطهم في صينيه الفرن وهندخلهم الفرن ياخدوا بس ايه وش كده. ده اول طبق عملناه، هنزينه كده بمعلقتين من الطحينة. بجد جميلة جدا جدا الطريقة دي، التلاتة اجمل من بعض. وده اللي احنا عملناه بشبت وفلفل، جميل جدا. حطينا هنا معلقة بقدونس ومعلقة من زيت الزيتون على الطبق كده، بجد روعة روعة. وده شكل الطاجن بعد ما خرج من الفرن، ده شايفين ده شكله. التلات طرق بجد أجمل من بعض. يلا بقى بينا نروح للطعمية. أنا عملت قبل كده في القناة برضو طريقة الطعمية لو حابين تشوفوها. معايا هنا عجينة طعمية، ومعانا هنا خلطة كده عبارة عن فلفل أحمر وليمون معصفر وكمون وليمون وملح وفلفل، خلطهم كده مع بعض. وكمان هحشي بيهم الطعمية زي ما انتم شايفين كده، واحط على وش الطعمية سمسم وفي زيت بقى على النار واقل الطعمية. بجد بقى مش عايزه اقول لكم على الريحه، قلب الدنيا جميله جدا جدا، ريحتها تحفه. وهنحشيها بقى، مش عايزه اقول لكم، الطعميه مع الليمون المعصفر مع الفلفل الاحمر ده، بجد جميله جدا جدا. بجد لازم تجربوا السحور ده وتقولوا رأيكم، جميل جدا. خلاص الطعمية كده اتحمرت معانا، هنطلعها من الزيت. شايفين شكلها بجد تحفة وريحتها جميلة جدا. يلا بقى للطريقة اللي بعدها. بعد كده هنا طبعا عجينة الطعمية سايلة شوية، احنا عايزينها متماسكة علشان هنعملها بالبيض المسلوق. حطيت لها معلقة من البقسماط المفروم، هغطي البضاية كده بالعجينة. سهلة جدا وجميلة. الطعمية دي بيقولوا عليها عين الكتكوت، المطاعم بيقولوا عليها كده. وبعد كده هنقليها، هنغطي البضاية كده بالعجينة زي ما احنا شايفين. معلقة البقسماط خلت العجينة متماسكة شوية علشان نقدر نلفها على البيضة. مفيش أسهل ولا أجمل من كده، جميلة جدا. وهنروح بقى نقليها في الزيت. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد تحفة. اتمنى تجربوا بقى كل الطرق دي وتعجبكم ان شاء الله، وتقولوا رأيكم في التعليقات. جميلة جدا جدا.
بجد روعة. وهنا بقى بعد ما قليناها، شايفين شكلها اللي عملناها بالبيض؟ جميلة جدا جدا. ودي كمان الطعمية المحشية، بجد تحفة. أتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.